الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. قوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، طيب في كل شيء سبحانه وتعالى، طيب في أسمائه، طيب في صفاته، طيب في أفعاله، طيب في أحكامه سبحانه وتعالى، طيب في كل شيء. وإذا قال إن الله طيب سبحانه وتعالى، طيب في كل شيء، منزه عن جميع العيوب وعن جميع النقائص سبحانه وتعالى، فهذا معنى قوله إن الله طيب. ثم قال: لا يقبل إلا طيبا، إذا كان الله طيب فإنه لا يقبل إلا الطيب. وقبول العمل قال أهل له معنيان: الأول الرضا بالعمل ومدح صاحبه وحصول الثواب له، أو سقوط الفرض. سقوط الفرض يعني أحيانا تعمل العمل وتؤجر عليه، أحيانا تعمل العمل لا تؤجر عليه لكن لا تؤمر بالإعادة. مثل إنسان صلى بدون خشوع نهائي، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، طول الصلاة تفكر بأمر شغله، يريد أن يسافر مثلا، يريد أن يختبر، مشغول بزوجته، مشغول بأولاده، مشغول بأمه، مشغول بأبيه، مشغول بأصدقائه، المهم كبر وسلم، ما يدري ماذا صلى ولا ما قال ولا ما كذا، هذا ليس له أجر في تلك الصلاة لكن لا يؤمر بإعادتها. فهنا مقبولة هذه الصلاة من حيث أنه لا يؤمر بإعادتها، لكن ليست مقبولة من حيث أن له أجر فيها. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يصلي الصلاة ليس له منها إلا نصفها، ليس له منها إلا ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها، حتى قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فمثل شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، قال أهل لا تقبل أي لا يؤجر عليها، لكن لا يؤمر بإعادتها إذا صلىها، لا يؤمر بإعادتها، لكن ما له أجر، فقط فك الفك، يعني ما عليك إثم، ما تعيد الصلاة لكن ما لك أجر والعياذ بالله. فالقصد أنه القبول إما أن يكون القبول مع الثواب، وإما القبول بإسقاط الواجب، هذا معنى القبول في الكلام. كان السلف يخافون من هذه الآية، يعني قضية أن الله تبارك وتعالى يتقبل من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، كانوا يخافون من هذه الآية. كيف إن الله يتقبل المتقين؟ طيب إحنا يمكن مو متقين، يمكن ما وصلنا إلى هذه الدرجة، يعني معناته إنما يتقبل الله أي لا يتقبل من غيرهم، وهل وصلنا إلى درجة المتقين أو لم نصل إلى درجة المتقين؟ يقول أبو الدرداء: لأن أستيقن، يعني أتأكد أن الله تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، يتقبل، إذن أنا من المتقين، إذن مدحني الله، إذن أنا على درجة عالية، بس ستأكد أن الله تقبل مني سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يعني يغتر بصلاته أو صيامه، دائما يسأل الله القبول سبحانه وتعالى. الصدقة بالمال الحرام غير مقبولة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. مغلول مسروق، المال مسروق، واحد سرق وتصدق، لا يقبل الله منه، لا يقبل الله منه، هذا يسمونه روبن هود، أو يسمونهم الصعاليك عند العرب قديما، هؤلاء الصعاليك يسرقون من الأغنياء ويوزعون على الفقراء،
ويرون أن هذا يعني من حق الفقراء عليهم، نحن أقوياء ونستطيع أن نسرق، فيسرقون من الأغنياء ويوزعون على الفقراء. هذا لا يجوز، لا يقبل الله صدقة من غلول أبدا. فالإنسان إذا أراد أن يتصدق لابد أن يتصدق من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا سبحانه وتعالى. طيب إذا كان عندي مال حرام ماذا أصنع به؟ قالوا تخلص منه ولا تتصدق به، يعني يدفعه على سبيل التخلص لا على سبيل الصدقة، يدفعه على سبيل التخلص منه وليس على سبيل الصدقة، وتخلصه منه له أجر فيه، لكن لا يتصدق به لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، إما محرم لذاته كالميتة أو لكسبه كالربا، يعني هذا محرم لذاته، هذه المياه مثلا نجسة، هذا محرم لذاته لا يجوز شربها ولا استعمالها ولا كذا في الوضوء أو الغسل أو ما شابه ذلك، محرم لذاته، أو يكون محرم لغيره، هو الأصل مال حلال، إن هذا المال خاضرة حلوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان ربا إذا حرم لكسبه لا لذاته، الأصل في المال كان حلال، ما في فرق بين هالدينار وهالدينار، لكن هذا الدينار جاء بطريق حلال بعرق جبينك، بميراث، بهدية، بأي طريقة تجارة، لكن الدينار الذي بجانبه جاء عن طريق القمار أو الربا أو السرقة أو الرشوة أو ما شابه ذلك، فيكون هذا حرام وهذا يكون هذا حراما وهذا حلالا. فالقصد أن الحرام إما أن يكون لذاته وإما أن يكون لكسبه. قوله غذي بالحرام، غذي أي أطعم الحرام، وإذا يحرص كل واحد فينا أن يوكل أولاده حلال، أن يغذي أولاده من الحلال لا يغذيهم من الحرام، يعني كما أنك لا تأكل الحرام لا تؤكل أولادك من الحرام. البعض يتساهل علبه أن يبي أولاده يدرسون أو يتميزون أو كذا، يأخذ الحرام ويعطي أولاده، يأخذ الحرام ويعطي أولاده، يقول أعمل ماذا أعمل، الأولاد محتاجون لهذا، هذا لا يجوز لا يجوز. ولذلك جاء في الحديث جسد النبت من سحت النار أحق به والعياذ بالله. وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد بن أبي وقاص أطب مطعمك تكن مجابة الدعوة. سعد بن أبي وقاص بشكل عام كان معروفا بإجابة الدعوة، كان من المعروفين ممن تستجاب دعوتهم، لكن الحديث نفسه هو أطب مطعمك تجب دعوتك أو تكن مستجاب الدعوة لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مشهورا عند أهل العلم. إذن هذا الحديث العاشر، الآن نبدأ بالحديث الحادي عشر إن شاء الله تعالى.